النهارده المجلس القومي للمرأة وقع مذكرة تفاهم مع المعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة، ده بهدف ان يكون في إطار للتعاون ما بين المجلس وما بين المعهد في مجالات كتيرة. اولا الاكتشاف المبكر لأورام الثدي، وده هيكون ضمن فعاليات يوم التوعية والوقاية والاكتشاف المبكر للأورام. تخصيص شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي والوقاية من هذا المرض الخطير وتقليص أعداد المصابات به، وقع اليوم المجلس القومي للمرأة مع المعهد القومي للأورام مذكرة تفاهم، وذلك في إطار الندوة التي عقدت تحت عنوان التوعية والوقاية والاكتشاف المبكر لأورام الثدي. المجلس القومي للمرأة عنده القدرة لتجميع السيدات وحشدهم، والمعهد القومي للأورام عنده العلم اللي هو يقدر يديهولهم من ناحية التوعية، من ناحية الوقاية، من ناحية عمل الماموجرام، وإزاي يكون في كشف مبكر، إزاي الست تعرف تكشف على نفسها. إحنا هنا إن شاء الله بصدد توقيع اتفاقية، ده الأول ما بين معهد الأورام وما بين المجلس القومي للمرأة، علشان اهتمام الكبير في بلجنة البحث العلمي بالمجلس بالموضوع دوت، وإن إحنا نلحق السيدات إن شاء الله قبل ما تدخل في الدايرة بتاعة الأورام وأورام الثدي بالذات، لا نلحقها من الأول. حملات كشفية وتوعوية ستجوب القرى والمحافظات للكشف مجانا عن سيدات وأمهات مصر من أجل تقليص نسبة الإصابة بالمرض بنحو 40%. المعهد القومي للأورام ده مؤسسة عريقة تبلغ الآن من العمر 50 سنة. ده هو الاسم بالمسمى المعهد القومي، احنا لينا دور علاجي، لينا دور توعوي، لينا دور تعليمي، فكل الأدوار دي كلها متكاملة مع بعض. الحملة الرائعة اللي تبنتها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المعهد القومي للأورام علشان يبدأوا يعرفوا الناس ما هو سرطان الثدي، كيفية القضاء على السرطان، إزاي السيدة تتعرف الحاجات دي كلها، الناس ما عندهاش أي فكرة خالص عنها. أكثر من نصف مليون سيدة يفتك بهن مرض سرطان الثدي سنويا وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، ويهدف المعهد القومي للأورام من خلال التعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة للتوعية والكشف المبكر للسيدات من أجل تقليص نسبة الإصابة بهذا المرض الخطير. مبادرات حثيثة للكشف المبكر عن سرطان الثدي أكثر السرطانات شيوعا في السيدات، جهود تهدف لمكافحة هذا المرض في مراحل مبكرة وتقليص نسب الإصابة به بل والقضاء عليه. محمد رياض، الحاليوم.